بيساوي ايه بقى؟ ها؟ الاي زد هنا بتاعت الشن على طول، الاي زد بتاعت الشن هتساوي هنا نقدر نطبق عليها القانون ده مباشرة ولا لا؟ نقدر نطبق عليها القانون ده مباشرة ولا لا؟ نقدر. ليه بقى؟ لأن أي نقطة على الشن هي على بعد واحد من الإيه؟ من المحور اللي هو الأرض، يعني النقطة دي على بعد الأرض، دي على بعد الأرض، كله زي بعض، صح؟ يبقى في الحالة دي نقدر نطبق عليها القانون ده على طول، يبقى الأي زد هيساوي كام؟ أر سكوير تي إن، أر سكوير إيه؟ خلاص والار سكوير يعني هيساوي لما انت الار هنا بتتغير ولا ثابته في الشن؟ تطلع بره. والدي ام تكامل الدي ام يدي لك ايه؟ ام، يعني تطلع ام ار سكوير، ام ار سكوير يعني الاي بتاعت الشن بيساوي ام ار سكوير. خلاص كده؟ يعني الاي زد، الاي زد بتاعت الديسك نص ام ار سكوير، الاي زد بتاعت الشن ام ار سكوير، ام ار سكوير. يعني انت اقول تاني، لو انت خدت شن اليمنت يبقى تحط الاي بيساوي ام ار سكوير على طول، لو انت خدت ديسك اليمنت يبقى تحط الاي بيساوي ايه؟ نص ام ار سكوير. ماشي، تعال نشوف الكلام ده بتطبيق، يعني تعال نحل حاجة كده مرة بالديسك ومرة بالشن ونشوف القصة دي. التكامل هنا، التكامل هنا هو يديني الاي زد، يبقى الاي زد هو
الدي ايزيلت. دي ايزيلت ده هو الايزيلت بتاعت الايه؟ الاليمنت اللي انا واخده. الاليمنت اللي انا واخده ديس. طب الديس يبقى نص ام ار سكوير، بس مش هقول ام، هقول دي ام. خلاص دي ام ار سكوير. واكمل بقى الباقي، يبقى هي نقطه البدايه هي اللي ايه؟ اللي هتحكم النقطه. ماشي، وبقى الباقي كله سهل. اجي بقى اعمل ايه؟ اشيل الدي ام دي واكتب مكانها مين؟ ها؟ رو ودي في، صح كده؟ يعني اسوي رو رو الدي في بيساوي كام؟ باي ار سكوير في اتش. ايوه باي، لا خلي بالك بتكلم عن الاليمنت، يبقى ايه؟ باي ها؟ قول ار ار سكوير دي زد. دي زد، خلي بالك في الحته دي ان احنا بنتكلم عن الاليمنت. ماشي؟ باي ار سكوير دي زد، تمام كده؟ طيب يبقى نقدر ندخل هنا كده في التكامل ده، يبقى بيساوي كام؟ طب عايز انت يساوي كام؟ نص تكامل الدي ام ها؟ والار ار سكوير ده انت بتطلع بره، والدي ام ها؟ الدي ام عباره عن ايه؟ رو الباي ار سكوير دي زد، يبقى رو ار سكوير دي زد، صح كده؟ معايا ولا لا؟ يعني نص دي ام وار سكوير، نص اهي دي ام رو باي ار سكوير دي زد. تمام ده يتكلم ده. ار سكوير اهي. خلاص كده تمام؟ نعمل التكامل كله ده ثوابت، يعني النص والار والرو والباي والار هو تكامل على الايه؟ على الدي زد. على الدي زد. دي بتاخد من كام لكام؟ من زيرو لحد اتش. من زيرو الى ايه؟ الى ايه؟ ماشي؟ طيب يعني هسيبه كام بقى هنا؟ تعالوا كده اقسم معايا، نص نص ار اس 4 لو باي ار اس 4 ار اس 4 هنا بقى هيبقى اتش اتش، ما هي تكون الزد اللي يساوي زد، وتيجي تعوض من صفر اتش يعني اتش، ايه بقى؟ حلو الكلام. طيب عايزين نشيل الرو دي ونحط مكانها في دلاله القطب. الرو بتساوي كام هنا في الحاله دي؟ الرو بتاعت الاسطوانه بتساوي ام على بي. ها؟ ام على بي. ام على بي. ام اللي هو البي ده اللي هو ايه؟ باي ار سكوير. افتح الشكل مش اسطوانه، انتوا حافظين ان هو باي ار سكوير اتش. حلو؟ صح، هو ام على باي ار سكوير اتش، كلام جميل. طب افرض الشكل مش اسطوانه، واخد اي شكل تاني مثلا منحنى او اي حاجه، نجيب الفي ازاي؟ نجيب الفي عن تكامل، عن طريق تكامل الدي في، مش انا معايا الدي في اهي اللي هي باي ار سكوير دي زد، اعمل لها تكامل لوحدها كده على جنب عشان اجيب البي. خلاص انت لو عملت تكامل من الحته دي كده هتطلع لك باي ار سكوير اتش، هي باي ار سكوير دي زد، والدي زد تكاملها زد، متعوض يبقى اتش، هو باي ار سكوير اتش، تمام كده؟ هنعوض بقى بالرو هنا كده تحت، يبقى يساوي ايه؟ نص ام على باي ار سكوير، صح كده؟ اتش في باي ار اس 4 اتش، يبقى نعمل ايه بقى؟ نشيل اتش مع اتش وباي مع باي، والار اس 4 دي مع ار اس 4 يبقى ايه؟ في الاخر تطلع نص ام ار اس 4، تطلع نص ام ار اس 4. بتفكرتوا بحاجه دي؟ هو زي الديسك بالظبط، يعني اسطوانه المومنت اوف انرشا بتاعها زي الايه؟ زي الديسك، بس حوالين مين؟ حوالين محور زد، انما محور اكس يختلف. هل اقدر اقول انت فاكر في الديسك من شويه قلنا ان الاي زد نص ام ار سكوير، قلنا بتطبيق نظريه المحاور المتعامده يبقى اي اكس بيساوي اي واي بيساوي ربع ام ار سكوير، حصل؟ صح؟ اقدر اقول الكلام ده هنا؟ لا، ما اقدرش اطبق نظريه المحاور المتعامده على الاسطوانه. طب حد شاطر بقى يقول لي اجيب الاي اكس والاي واي بتاعت الاسطوانه ازاي؟ زي اللي هيقول يبقى شاطر ربع ام ربع
غلط، ما احنا لسه بنقول ما ينفعش نطبق على عشان ناخد الام ها من الاول مش عارف اجيبها ازاي اي اكس بتاعت المستوانه الشريحه بتوازي الاكس ايوه الشريحه بتوازي الواي اخد شريحه على شكل مستطيل هو الشريحه ديس احنا قلنا هناخد يا اما ديسك يا اما شيء هو ديس احنا شغالين هو تحت ديس ايوه ايوه هو حاجه زي كده صح برافو عليك وتجيب الاي اكس بتاعه الديسك يعني انت لو تقدر تقول الاي اكس بتاعه الديسك هتكتبها ازاي كده في الكتابه ده اقول ايه يعني اقول دي اي اكس خلي ده اكس داش اكس داش واللي تحت ده اكس ماشي الفرق بين اكس داش واكس ايه اكس داش ده اللي هو محور اكس اللي بيمر بالانمي بمركز الانمي انما اكس اللي هو الجنرال او الايه الجلوبال كوردينيت اللي هو المحور العام للجسم كله صح يبقى دي اي اكس داش بيساوي كام بقى ربع ايوه الربع هو هنا نقدر نقول ان هو ربع ايه بقى ربع دي ام ايوه ما نقدرش نقول دي ام الربع الام الربع دي ام ايه ار سكوير ار سكوير ده اللي احنا حافظينه طب انا مش ما اقدرش اعمل له تكامل كده اهو لا ده انا اعمل ايه انا عايز الاي اكس انت يعني قربت عشان كده قلت لك انت قربت بس ما قلتش الاي اكس اجيبها بقى عن طريق نظريه المحاور المتوازيه يعني انا معايا الاي اكس داش اهو عايز اجيب الاي اكس يبقى هنقول ايه الدي اي اكس دي اي اكس لازم دي اي اكس داش هنا دي اي اكس ودي اي اكس بتساوي ايه؟ دي اي اكس داش زائد ايه؟ الكتلة في مربع المسافة الكتلة اللي هي ايه؟ اللي هي دي ام اللي هي دي ام مربع المسافة اللي هي ايه؟ زد سكوير زد سكوير بس يبقى انا بقى لو عايز اجيب الاي اكس بتاعت الشكل كله اقول ايه بقى اي اكس بيساوي تكامل الدي اي اكس يعني بيساوي تكامل ده وتكامل ده يبقى عندي الاثنين تكامل بجمعهم مع بعض يبقى ده اعمل تكامل على ده لوحده واعمل تكامل على ده لوحده واجمع الاثنين مع بعض هيظهر هنا عندي الاتش بقى الاتش تربيع هتظهر معايا يعني انت طلعت الاي زد نص ام ار سكوير ما لهاش دعوه بالاتش خالص يعني الاتش كيف بتصغرت مش تفرق معاها حتى كانت الديسك زي الاسطوانه في الاي زد انما لما تيجي بقى في الاي اكس تظهر بقى معاك تاثير الايه؟ الاتش سكوير اتش سكوير هتظهر معاك التكامل خلاص كملها كده الحكايه بتاعتي وشوف هيحصل طب تعال بقى مش احنا قلنا الديسك احنا كده اشتغلنا بالديسك انمي طب عايزين نشتغل برضه بالشد الشد انمي نعمله ازاي؟ او نمسح كل الديسك اسطوانة ايه؟ وناخد جواها ناخد جواها شبل الشبل يعني ايه؟ اسطوانة كده جواها مجوفة عبارة عن شبل كده جواها طيب هنا الاسطوانة اللي جوه دي الابعاد بتاعتها ايه؟ ار سمول والتخانة دي ار ودي ار صح كده؟ طيب الاي زد بقى بتاعتها بتساوي كام؟ حد فاكر؟ دي ام ار سكوير ها؟ دي ام ار سكوير صح المفروض ايه؟ ان دي اي زد بتساوي ار سكوير دي ام صح كلام جميل ار سكوير دي ام طيب الدي ام بقى بتساوي كام؟ يبقى اذا الاي زد بيساوي يعني ممكن نكتبها كده بسرعه مع بعض يعني
الاي زد هيساوي ايه؟ تكامل ار سكوير دي ام، صح ولا غلط؟ اللي هو الكلام ده. اهو بنطبق عشان خاطر ان الشيلد كل النقط اللي موجوده على الشيلد ايه؟ على مسافه واحده من محور زد. يبقى الار سكوير دي ام، ار سكوير الدي ام هنا هيساوي كام بقى في الشيلد؟ مثلا نسمي ده واي سي وده
الاي واي سي هو قلنا الاي زد سي بيساوي كام؟ من الاكل بعد ما تعمل التكامل هنا انت لما تيجي تاخد ايلمنت هتاخد ايلمنت طولي اللي هو الدي ان وتبقى الكثافه كثافه طوليه خلاص؟ في حاجه اسمها كثافه طوليه يعني ايه كثافه طوليه؟ يعني كتله على الطول ام على ام انما الكثافه اللي احنا عارفينها اللي هي الكثافه الحجميه اللي هي الكتله على الحجم ام على ام هيساوي كام وازد الاي واي سي او الازد سي هيساوي 1 على 12 ام تربيع 1 على 12 ام تربيع خلاص؟ ولو عايز تجيب الاي واي او الاي زد طب نظريه المحاور المتوازيه هيطلع ازاي؟ الاي واي بيساوي اي زد هيساوي 1 على 3 ام ال تربيع 1 على 3 ام ال تربيع ودي هي عامله زي بتاعت الايه؟ المستطيل فاكرين المستطيل المحاضره اللي فاتت 1 على 12 بي اتش تكعيب و1 على 3 برضه بي اتش تكعيب هي زي خلاص؟ الشمس حاجه ان هو الكون B
بليت ده معناه ايه؟ كلمة بليت يعني اي شكل، يعني عارفين الديسك، الديسك نقول عليه ديسك امتى؟ لما يكون دايرة ليها تخانة بنقول عليها ديسك، صح ولا غلط؟ طب اقول عليها لو هي مش دايرة يعني واخدة اي شكل، مثلث، مستطيل، مربع، اي شكل ده منحنى، اي حاجة ليها تخانة يبقى نقول عليها بليت. خلاص؟ البليت ده بنجيبه ازاي؟ بجيبه من الاريا واشيل الاريا واحط مكانها بليت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو معايا بليت عبارة عن مستطيل وده كده محور وده كده البيت وده كده هيكس هنعملها ازاي؟ مش انت عارف ان لو انت بتشتغل بالاريا هتقول لي ايه؟ ان الواي اكس بيساوي كام؟ بالاريا ها؟ الواي اكس هيساوي كام في الاريا هنا؟ لو هو اريا واحد على ها؟ واحد على 12 ها؟ واحد على 12 ها؟ ولا سافر ولا واحد على 12 واحد على 12 بي اتش صح كده تقوم تعمل ايه بقى؟ انت هتفتح الاريا. طب انت عايز تجيب الماس مومنت اوف انرشيا نقول ان ده بيت طوله وعرضه والتخانه بتاعته المعامله او يعني ايه تخانه يعني؟ فتشيل الاريا من هنا وتحط مكانها الماس. يعني ازاي يعني؟ يعني هو واحد على 12 بي اتش بي اتش دي متخصصه بي اتش بي اتش بي اتش دي الاريا تشيل الاريا دي وتحط مكانها الماس يبقى الاي اكس في حاله الماس بيساوي 1 على 12 ام اتش تربيع. وقيس على ذلك بقى اي اريا يعني حتى لو قلت لك مثلا حاجه عامله كده اهو مثلا معادله بقى في كده يبقى تجيب المومنت اوف انرشيا بتاعت الاريا وفي الاخر تشيل قيمه الاريا وتحط مكانها الماس يبقى ده كده الماس مومنت اوف انرشيا بتاع ايه؟ البليت. ماشي؟ هتعرف الاريا بيساوي تكامل الدي ايه؟ تجيب الدي ايه لوحدها وتعمل لها تكامل تعرف الاريا لوحدها كده. ماشي كده؟ تعال ناخد بقى مثال على الحاجات دي كده يعني نص كده في النص اي حته يعني
كم؟ ار اسمه لا مش اكس اكس ايوه هنا عشان هو ايه يقطع عن ده ايوه ده اكس واي فيبقى نص كله اكس وارتفاعه هنا كم؟ واي واي والدخله بتاعته كم؟ دي واي جميل قوي الكلام كده طب حدود التكامل لما اجي اعمل تكامل اكس هتاخد من صفر لكام؟ اكس لا لا اكس هتاخد من صفر لا 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 رقم لازم اقول لك الحته دي تطلع قد ايه؟ الحته دي مثلا سيبنا ايه؟ يبقى الاكس هتاخد من كام لكام؟ من صفر لايه؟ طب الواي هتاخد من كام لكام؟ لا